مرحبا بكم. البداية كالعادة بآخر أخبار المنتخب الوطني مباشرة من كولوغو مع بعض الخاص أحمد عدال. أحمد مرحبا بك. مرحبا بك فهم، مرحبا بكل مستمعينا في موزايك فهم، مرحبا بالناس اللي تشاهد فينا صوتا وصورة على صفحتنا سبور باي موزايك ولا على موزايك. الناس اللي قاعدة تشاهد فينا، أنا واقف في اللونج نتاع ستاد نتاع كوروغو وين تم تخصيص المنطقة المخصصة للجماهير التونسية. الحقيقة بدون تعليق المكان ها، وكما تشوفوه في اللونج حاطين الجماهير، هذا المكان اللي اختارته السفارة التونسية من أجل الجلوس نتاع الملاعبي نتاع الجماهير التونسية في مباراة غدوة. اليوم زاد كان الموعد مع الندوة الصحفية اللي تسبق المباراة، كان حاضر فيها ناخب الوطني جلال قادري، كان حاضر اللاعب عيسى ريدوني، من ثم كان حاضر زاد مدرب منتخب مالي إيريك سيكوشيلي شيل. وباش نبداو ساعة بالتصريح اللي كان أدلى به جلال قادري في خصوص سؤال تطرح له حول الجاهزية البدنية، خاصة كونه الجاهزية ما كانتش واضحة، ما كانوش ملاعبيها جاهزين بدنيا في المباراة الأولى، وهذه الريبونس نتاعو. نجم مسؤولين عن الجاهزية البدنية تاع اللاعبين أول ما يجيونا للمنتخب، كانت فترة من الأعلاف مع اللاعبين اللي مش عاود نفس الأيام، اللي كان حجم اللاعب وقت اللاعب في الفترة الأخيرة في النوادي تاعهم لعدة أسباب مختلفة خاصة شوية، البطولات توقفت عندها تقريبا أسبوعين ثلاثة قبل ما يجيونا، كان هذا هاجس بالنسبة لنا. اشتغلنا كل القطاع الفني، دخلنا أكثر ما يمكن معناتها في السبيسيفي سي تي في البريباراسيون تاعنا، كان لوبجيكتيف إن شاء الله باش نوصلوا لوساسي أفضل حالتنا البدنية. عادي جدا باش تدخل في كومبيتيسيون باش تلقى فريشور من اول ماتش، اللي متاكد منه ان شاء الله كون المباراه الثانيه باش نكون افضل على الاقل من الناحيه البدنيه والماليه. صحيح الارتقام اللي شفناه ما ينجمش يتفسر فقط من الجانب البدني، لكن زاد حتى على المستوى الذهني، وقت اللي ما تلقاش غير الارتقام ولا تلقى صعوبات، لقينا بعض الديفيكولتي في دخول في الكومبيتيسيون هذه، ان شاء الله المباراه القادمه نكون افضل. بهذه المدرب جلال القادري أكد لي المنتخب سيكون جاهز أكثر في ماتش غدوة ضد مالي مقارنة بمباراة ناميبيا. الماتش اللي غاب عليه كأساسي عيسى العيدوني خرج خبر كونه مصاب، هل ثم جديد أحمد بخصوص وضعية عيسى العيدوني اللي كان حاضر اليوم في المؤتمر الصحفي؟ بالفعل احنا كنا حكينا على غياب عيسى العيدوني في المباراة في الشوط الاول مباراة المنتخب الوطني التونسي ضد ناميبيا. صحيح كان ثم نسبة من الاختيارات الفنية في الغياب هذا خلال الشوط الاول، لكن زاد عيسى كما قلنا احنا في موزايك كونه كانت عنده آلام في البطن، كان يعاني من شوية مشاكل، واكدوا هذا تتلقاوا الفيديو على سبور باي موزايك، قال عندي آلام في البطن وعندي فوميسمون، دونك هذاك علاش ما لعبش الشوط الاول. حتى المدرب الناخب الوطني قال يستحق ليه القناه، الحقيقه كما كانش نجم يلعب بالإطار هذيك. هذا بالنسبه لعيسى العيدوني. في المقابل زادت دولة برشا اخبار حول تعرض برشا لاعبين، اربع لاعبين تقريبا ومدرب منتخب مالي الى الاصابه بالملاريا، عافانا وعافاكم الله. وكنا قلنا راهو ما ثم حتى لاعب حاليا، وهذا ما اكدوا إيريك شيل اليوم، قال راهو ما عندي حتى انا مانيش مريض، يعني المدرب مش مريض، قال كيف كان انتم سمعتوا بي اللي انا مريض في باليش. والحاجه الثانيه قال ما عندي حتى ملاعبي حاليا مريض، كلهم تعافوا. بطبيعه الفيديو تلقاه على سبور باي موزايك وعلى موزايك افام. هو نذكر احمد راهو الخبر تم تناوله حتى في وسائل الاعلام التونسيه، راهو مخذيناه نقلا عن وسائل الاعلام الماليه، معناها مش احنا ادرى منهم، هم بمنتخبهم هذا، معناها باش تكون الامور واضحه، وكي جاء النفي من المدرب واضحه العمليه، وحتى كان مريض معناها هذا. احمد تفضل. هو فقط فهمي هو في دار الخبر في وسائل الاعلام اجنبيه وماليه. احنا اتصلنا بشكون من الصحافه الماليه، اتصلت بالمنتخب واتصلنا بالمسؤول الاعلامي نتاعهم، واكدنا كونه واللي قلناه قلته حتى معاك انا، اذ بيسوما كان مريض رجع لعب 60 دقيقه ما نجمش يكمل، ماريو بليتو ديارا موسى ديارا لاعب تولوز كان مريض رجع يتدرب على انفراد غاب، هذا هو اللي قلناه، ما فهمناش لا قلنا لا المدرب مريض ولا ملاعبيه اخرين مرضى. بالضبط هذا هو اللي حبيت ناكد عليه احمد. دونك اذا كان نحكيوا على اختيارات منتظره لجلال القادري، وين تنجم تمشي التشكيله، وين اقرب الاختيارات حتى تاو على الاقل حتى للساعه هذه؟ نفس التشكيله اللي كنا اعلنا عليها البارح، فيها ثلاثه تغييرات في كل خط، ثم تغيير بشير بسعيد في حراسه المرمى، وجدي كشيدي حافظ على مكانه على الجهه اليمنى، منصر الطلبي ياسين مرياح في اللاكس، وعلي العبدي بشيخ ومكان علي معلول في ظهير خط الظهير ايسر، ثم في وسط الميدان عيسى العيدوني اساسي مع الياس الصخيري، انيس بن سليمان، حمزه رفيعه باش يكون موجود، الياس العاشوري باش يكون موجود، ويوسف المسكني باش يكون موجود، هذا بنسبه 99% ل 11 اللي باش يبداوا مباراه مالي غدوه التسعه نتاع الليل بتوقيت تونس. شكرا لك احمد عادل مباشره من كوروغو على تفاصيل هذه الكره.
برنامج اليوم ماضي ثلاثة الكاب فيرد تواجه الموزمبيق في دار المجموعة الثانية، وفي المجموعة الثالثة ستة القمة بين السنغال والكامرون، والتسعة غينيا تواجه غامبيا. في كران الهوند منتخبنا الوطني يلعب اليوم ثاني مبارياته مع السبعة ضد نيجيريا. كانت هذه ثاني نشرات رياضية اليوم تلقاها على السيت مزيكا فما.